شيء مهيئ له. هذا احد الشباب في هذا العمر، هذا احد الشباب جته جاء قبول في الجامعه، في جامعه المجمع. زين حلو. الشاهد انه انقبل في الجامعه لكنه ما عرف يدير وقته بشكل جيد. يقول يا اخي اني اروح الجامعه وادرس واطلع واحده ثنتين وبعدها رقده لين 11 الليل ووقتي كله ضايع. وكان من ضمن الاشياء اللي يقول كنت انحرج منها، يعني اذا قالوا لي وش تسوي وش كيف تدير وقتك وش عندك وش جدولك. يقول خصوصا اذا جيت الرياض عند خوالي ولا اهلي ولا هذا ولا ربعي، قالوا وش جدولك يا اخوي في المجمع يا اخوي، ضيم وطفش وش تسوي. يقول احرج سؤال ممكن يمر اذا قالوا وش تسوي، لان فعلا ما عندي شيء اسويه، ما عندي شيء. اذا عندي ويقول في المجمع دراستنا يعني او تخصصه كان دبلوم، تمام، كان يقول دراسة بسيطة يعني ما هو باللي ضغط تسايد اللي يعني بيكون متعب علي. يقول يعني يقول وجدت عندي فسحة في الوقت عظيمة. أول شيء سويته وش سوى يا أبو عبد الله ولا يهون الشباب؟ سلمت من قاه سالم. يقول أول شيء سويته بحثت عن غاية أبيها. قلت شو أسوي شو أسوي؟ يقول دخلت اليوتيوب، تمام؟ حلو. قلت يا أخي بأشوف أي شيء أنا أحتاجه، شيء أهواه، شيء أنا أحبه، بحيث إني أفرغ طاقتي في هذا الوقت ويعني وأكرس جهودي وأمسك وقتي على قولتهم. يقول أول شيء أستانس فيه وأحبه. يا سلام يا سلام. شيء يستانس فيه ويحبه ويدعني بالفائدة. يقول أول شيء دخلت فيه، يقول أنا لي نفس ومحبة للتصوير، أحب التصوير بشكل يعني خصوصا في الجوال وكذا. أول ما دخلت دروس في اليوتيوب عن التصوير. يا سلام. استغل كسب وقته يعني. يا سلام، كسب وقته واستغل وقت فراغه. يقول انا اول كنت يعني لا اله الا الله عود ثنتين انا ما اصقع علينا 11 الليل. يقول يا اخي ايش ذا الحياه ذي؟ ايش ذا الحياه؟ حياه اعوذ بالله ما هي بحياه انسان. يقول فعلا نظمت وقتي، جيت اجي ثنتين، اقيل لي قيلوله بسيطه العصر النادي الى المغرب، بعدها خلاص ابدا اخذ لي كل يوم ساعتين ساعه ونص اشوف دروس في التصوير واتعلم حبة 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 شيئا فشيئا. إلا والله شرى له عدة تصوير، شيئا فشيئا شرى له إضاءات وتصوير، شيئا فشيئا بدأ يسوق لنفسه بين ربعه وهله وأخوياه. ليه ما شاء الله تبارك الله الآن فاتح له مؤسسة إعلامية وتعود على ابنه. يعني تخيل موضوع الجامعة هذا، يقول تخرجت من الدبلوم وأموري ماشية، لكن ما شاء الله تبارك الله استغل وقته. يقول يعني أنا أيام الثانوي والله يعني يقول التصوير والله ما أفهم في شيء، لكني شيء يعني تعلمت وايضا طور من نفسه، حضر دورات اونلاين عن بعد فيما يخص التصوير، لين ما شاء الله ربي يفتح عليها الان في التصوير، وما شاء الله في التصوير خصوصا في الزواجات، خصوصا في التعاونات. انا اذكر انه يقول لي بتعاون مع وزاره الصحه. هذا استغل وقته وادار وقته وعد عليه بالنبع. صحيح. جميل. المسعود كان يقول اني لا امق